بكم في نسار على نسمة. موضوعنا لهذه الحلقة العدالة الانتقالية، العدالة الانتقالية من المفاهيم أو المصطلحات اللي جاءت بعد الثورة، وهو مفهوم أو مصطلح يعني مازال الناس مش عارفته بالقداء. العدالة الانتقالية هذه شنو يعني؟ هي ربما زادت شوشت ذهن التوانسة. نحن حبينا في هذه الحلقة نبحثوا في هذا الموضوع ونحاول إن شاء الله يعني نبسطوه شوية للناس بس تفهم إيش معناها العدالة الانتقالية بعد الثورة. واستضفنا لكم للقيام والاستطلاع بهذه المهمة على يميني الأستاذ وسام السعيدي، ناشط سابق في اتحاد الطلبة، سجين سياسي تحكم عليه بعامين، وهو محامي بعض المتهمين في بعض رموز المتهمين في قضايا الفساد ثبتوا فيه مليحة. وعلى يساري الدكتور حسين قصار، أستاذ جامعي اختصاص ديموغرافيا وعلوم اجتماعية، عضو اللجنة التنفيذية لحركة البعث، ومؤسس في الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وتم إيقافه عديد المرات في العهد السابق. نذكر أن هذا الموقع يتم إنجازه مع الموقع الإلكتروني التونسية. نأخذ الجنجل ونعود. إذن العدالة الانتقالية، وما أدراك ما العدالة الانتقالية، وما أدراني أيضا أنا من العدالة الانتقالية. سي وسام، أنت هل مدرك ما هي العدالة الانتقالية؟ والله إدراكي للعدالة الانتقالية انطلق منذ سنتين أو ثلاث سنوات من قبل انطلاق انتفاضة 14 جانفي في تونس، حيث من خلال علاقاتي بعديد الزملاء المحامين وبعديد المنتديات نظمت دورات تكوينية في علاقة بعديد المصطلحات من بينها العدالة الانتقالية. واستحضر أنه رجعت معناها حصيلة ندوة وملتقى كامل حصل في صربيا، حضره مجموعة من المحامين التونسيين حول العدالة الانتقالية في صربيا في البوسنة والهرسك لأنه المثال الأكثر تجسيد في علاقة بالدراسات التي حصلت، والتجربة اللي كانت أكثر حوصلة وخلاصة للعدالة الانتقالية. كمان وعلاقتي بالعدالة الانتقالية انطلقت أيضا قبل شنو دفعش ما الذي دفعك للاهتمام بهذا الموضوع؟ والله ككل حقوقي وكل محامي عندما هناك مواضيع، خاصة أنه نعرف أنه رأوا المفهوم حتى نتاع العدالة الانتقالية حتى في تونس الناس ما نادتش به يكونش بعد 14 جانفي. هناك أيضا عديد من التونسيين اللي تحدثوا وتكونوا في هذا المفهوم وطلبوا وقتها من الأنظمة الحاكمة أن تقوم عن طواعية وبحسنية من تلقاء نفسها بدون الحاجة إلى مثل ما حصل لا في وهي تونس. وهي تقريبا دعوة سازة. لا، لم تكن دعوة سازة، بل بالعكس ما تبق منها حد شيء، بل بالعكس عندما دعوات مثل دعوة العدالة الانتقالية ودعوة الحوكمة الرشيدة والحكم الرشيد والتي انتظمت فيها عديد الندوات والدورات التكوينية قبل انطلاق الربيع العربي لم تكن دعوة سازة، بل بالعكس هناك عديد من الناس الذين آمنوا أنه بالإمكان أن ندفع عبر الديمقراطية والنقاش والحوار وصناديق الاقتراع إلى وصول تغيير فعلي. لكن للأسف معنا هذه القناعات معنا اصطدمت برغبات الماسكين بزمام الحكم والذين تمسكوا ورفضوا وقرروا أن لا يفتحوا هذا الباب. وسام بعد حتحكينا أستاذ وسام بعد حتحكينا شوية يعني ماذا تم في صربيا وفي البوسنة والهرسك من ذبح، لأنه هذيك إبادات جماعية وناس يعني تطهير عرقي. أستاذ دكتور حسين القصار، سيدي يعني هفل عدالة ما أدراك أنت ما هي العدالة الانتقالية في تونس؟ بدينا برشا ناس عليها يعني خاصة في وسائل الإعلام، وأنا شخصيا هني إعلامي ربما متبع وكذا كذا، لكن بقيت المسألة غامضة ومشوشة في ذهني على الأقل. هي احنا تعودنا، جيلنا على الأقل تعود وجيل اللي قبلنا تعود على أن أي تغيير سياسي يتم أما عبر ثورة أو عبر انقلاب عسكري أو عبر تدخل أجنبي مثل ما تم في العراق. هذا التحول ينتج عنه عادة سلسلة من الانتقام، من الثأر، من تصفيات، من الاجتثاث إلى آخره. فهذا ما يولد إلا بطبيعة الحال سيولد نقمة أخرى. هذا اللي حدث في العراق بعد بطبيعة الحال هذا ما حدث في العراق. فمش عادة الانتقالية في العراق. لا، مش أنا عادة الانتقالية. فما الكرتون. ثم تشفي، ثم قتل على الهوية، أنك اسمك عمر أو عثمان ستقتل في الطريق في العراق، أنه كل حاجة. واللي علي واللي قد يكون. خاطر يلزم الناس تفهم اللي في العراق يعني فما مذاهب وطوائف في تونس بلاد يعني معناها ربما متجانسة على مستوى يعني الديني والمذهبي خاصة مجموعة اللي كانت تقتل في عثمان وأبو بكر وعايشة أكثر من اللي كانوا يعني أقوى، لأن وراهم جهة وراهم إيران وراهم حتى التحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية. هذه مسألة ثانية. إذن بالنسبة لنا في التحول اللي حدث في تونس
مثل ما أيضا ما يمكن يحدث بحدث أيضا في بعض بلدان أوروبا الشرقية أو في جنوب أفريقيا، فإن ضرورة بناء منظومة جديدة تكون ضامنة لتحول سلس للواقع الجديد من خلال بناء منظومة للمحاسبة وللمصالحة فيما يعني شكون اللي يحاسب شكون، شنية الأطراف اللي تحاسب تو نحن يعني نقولوا عدالة انتقالية، شكون راح يحققها العدالة هذه؟ يحققها منظومة البلاد جديدة، معناتها مجموعة ممكن المجتمع المدني، ممكن أشخاص وأفراد تتوفر فيهم مواصفات النزاهة، مواصفات الحيادية، مواصفات الصدق، وبلادنا يتوفر فيها عدد كبير من الناس من نوعية هذه. شمعنى هذا؟ يعني هذا ممكن يعني نحن نشوفه توا، يعني من يطلع بهذه المهمة ما يسمى بالعدالة الانتقالية هي وزارة رسمية، يعني جهاز حكومي تابع للحكومة، ماهوش يعني معناه جهاز أو يعني جهة أو هيئة تابعة للمجتمع المدني اللي هو يعني تم ربما يعني بشكل أساس العدالة الانتقالية. أنا في رأيي الأستاذ حسن أنه تقييم المسألة يتم عبر ثلاثة محاور. المحور الأول هو فهم ما هي أهداف العدالة الانتقالية؟ المحور الثاني هو شنو هي آليات العدالة الانتقالية؟ المحور الثالث من سيطلع بهذه العدالة الانتقالية؟ ولهنا يلزمنا زاد المسألة نخزروا لها في إطارها التاريخي، لأنه راهو فكرة العدالة الانتقالية راهي ماهيش الفكرة السمحاء والجميلة والطيبة جدا. نعم. بل وعندما وجد بعد محاكمات نورنبرغ في ألمانيا في علاقة بمقاومة النازية وفي علاقة بمقاومة الفاشية في إيطاليا، وضعت أساسا حتى لا يتمكن أحد من الإفلات من العقاب. يعني شو معنى؟ يعني هذه شو معنى؟ باش نبسطوها للناس اللي يسمعوا فين، يعني انه في ظل ساعات في ظل منظومه قانونيه تبدا قاصره هذه المنظومه عن المحاكمه، وبالتالي نبتدع منظومه قانونيه اخرى خاصه واستثنائيه. حلو. تهدف من اراده المنتصرين، لكن بعد عندها تطور. خلينا نفهمها هذه. يعني تو المنظومة القضائية الموجودة أو منظومة العدالة الموجودة حاليا اللي تعمل في البلاد هي قاصرة عن الابتلاع بهذه المهام. أنا مازلت نأصل لك فيها تاريخيا، مازلت ما وصلتش لهنا لمرحلة المنظومة القانونية في تونس وبكل أدواتها. تفضل. لأنه فيها بارش حديث، فيها بارش ما يقال. وبالتالي وقت اللي وصلنا لهنا إلى أنه راه ثم ناس باش تفلت من العقاب، وعندما تفلت أشخاص من العقاب فإن من وقعت الإساءة إليهم وضحايا اللي تمارست عليهم تلك الاعتقالات وتلك عمليات القتل والإبادات الجماعية، لأنه راهي العدالة الانتقالية بعد توسعت، أما كانت من الأول تشمل فقط جرائم الإبادة، جرائم التطهير العرقي، جرائم القتل الجماعي، جرائم التعذيب الجماعي. هذا معناه هذا هو. وهذا بعد أو توا كل مرة قاعدين نتفاجئوا، معناتها توجد حاجة، لكن على حسب علمي ما وصلتش ما لم ما عشناش في تاريخ تونس الحديث من بعد الاستقلال جرائم تطهير عرقي أو جرائم إبادة جماعية أو جرائم قتل جماعي أو جرائم تعذيب جماعي في ممارسات هذيك نناقشوها، والتاريخ تو يثبت من خلال البحث، لكن تاريخيا ما عندناش الحاجة هذه. بعد بدا يتطور التعذيب موجود، التعذيب موجود، وأرادت في ظل المنظومة الكونية لحقوق الإنسان أن نصبغ عليه وأن نعطيه بعدا كوني حقوقي، فجعل أساسا في أهدافه ولت هدفين. الهدف الأولاني هو أنه أن نعوض عن الضحايا ونجبر للضحايا ما حصل لهم من إساءات، والهدف الثاني هو إعادة إدماج مجموع الفاعلين لكل تلك الأشياء، لكل تلك المظالم والألام في المجتمع، وهذا باش يصير كونش بآليات محددة وواضحة. دونك الهدفين الاساسيين نتاع العداله الانتقاليه في تطورها وسيرورتها، وخاصه نعتبر انه نيلسون مونديلا في ندائه سنه 95 وفي ندائه السابق في السجن هو من اعطى لها البعد الكوني واعطاها البعد الانساني واراد ان يلطفها، فاراد ان يحولها من حاله زجر الناس من الافلات من العقاب ووضع منظومه خاصه تؤدي الى درتهم، حب يعمل لها حاله كونيه، حاله انسانيه تهدف الى انه انا كضحيه تم جبر الضرر لي، وثانيا الى انه نهدف الى معنا في المستقبل نحصن المستقبل من خلال الكشف على تلك الممارسات من امكانيه ارتكابها. دكتور قصار، عندك شيء ما تضيف في هذا الموضوع؟ لا، لأنه أنا فيما يتعلق بالتاريخ وفيما يتعلق بنشأة المنظومة هذا فقط أريد أن أؤكد أن المنظومة القضائية والقانونية الحالية إذا أردنا أن نطبقها على الحالة التونسية فإنها لا يمكن أن توفر، لا يمكن أن تمكننا وما تمكن البلاد من المحاسبة. ما تمكنش. ما تمكنناش. كيفاش؟ اعتقادي أنه
اذا كان باش ننفذ معناتها بمعنى انه الناس اللي توا في السجن باش نجيو نطبقوا عليهم فقط المنظومه الحاليه فان العقوبات لا يمكن ان تكون بحجم الجرم اعتقاد. ولهذا فان مساله العداله الانتقاليه انا ما فهمتش خلي واصل جمله فان لانه باش تحاسبهم على ماذا؟ باش تحاسبهم على انه انسان شرى ارض في المكان الفلاني بعقد شراء عادي جدا شراء، لكن نرجعوا هنا مو احنا نرجع كيفيه ما هي اصل نرجعوا الاصل شراء الحصول على القطعه الفلانيه او شراء الشركه الفلانيه او شراء المؤسسه الفلانيه بأي طريقة أو الحصول على هيبة معينة أو حصول على قرض معين. في حالتنا باش تطبق القوانين التجارية والقانونية السائدة حاليا فإنك ما توصل لحد شيء، فأنا تمت في أغلبها بطريقة تتماشى مع ما هو سائد، وهذا السائد حاليا يعود مش 7 نوفمبر نرجع به لمرحلة 71 وقت شد هذه الوراء السلطة كان وزير أول في الحالة باش ننظروا كيفاش طريقة الحصول على المؤسسات جميل يمكن أن نعود للأصل بناء منظومة الفساد في الإدارة كيفاش تمت هذا ممكن. إذن علينا هذا من وجهة النظر القانونية ممكن شوف صحيح يعني والله هذه وجهة نظر الأستاذ وهو دكتور أمانة في تقدير وفي رأي، بل بالعكس معناها أرى أنه تعطت أن ينطلق إلى حدود هذه اللحظة مسار عدالة انتقالية بعد عام ونص من أحداث 14 جانفي أو انتفاضة 14 جانفي أو ثورة 14 جانفي. والتعطل هذا صار باش لأنه ثم حالة تعطش بعد 14 جانفي إلى رؤية من يعتبرهم الناس قد أذنبوا في حقهم في السجن وتصدر أحكام، وذاك علاش وقت جدينا خف لف بكلي إيده في دخوه وعدي الحبس وأحكم. نعم مسار حقيقي ما عادينش برشا على كل حال. لا ما هو هذاك توا بدت الناس ترزن والناس تنضج وتعقل. لا تو بدت الناس تفد معاك أكثر لأنه يعني الملف هذا هو اللي يتبعوه معناها هو اللي يتبعوه. أنا هنا معناها في لأنه الملف راهو هذا إما نحبوا نعملوا به حاجتين يا إما نأسوا به ثقافة منتصر وهات أعمل إيش تحب وعدي وحط في الحبس ولفخ كما تحب. وبالعكس ما ثماش عقوبات، المنظومة السجنية توا ماهيش بالسهولة اللي حكى عليها الأستاذ، لأنه الجرائم المحالة عليها الناس وقت تجي تعمل الواحد 40 قضية على قعدت في 96 من مجلة الإجراءات الجزائية فإنه راهو عامل عقاب 10 سنوات في السجن، يعني كي تعمل له أنت 40 ملف يعني باش تحكم عليه 400 سنة. احنا الآن مانيش تحلفوا على العدالة الانتقالية، هذه العدالة العادية توا. يعطيك صحة فهمتني، نحن مشوشين بين زوز عدالات، عدالة مستقلة هذا خلق لبس في الأجنة عند الناس. اللبس هذا شنو معناه؟ يقول لك العباد بو مو مش يحكموا عليهم بالحبس وبعد ما العدالة الانتقالية باش نسامحوا بعض الناس كلهم، مش هذه العدالة الانتقالية. بالعكس انا رانو توا هات ناسوا الى تطوير، لانه سمعت انا احد الوزراء يحكي على العداله الانتقاليه وقال احنا مش باش نجيبوا بدعه جديده وما صارت في برشا تجارب في الامن. لا لا في كل مرحله من مراحل التجارب من تشيلي للارجنتين لجنوب افريقيا لصربيا للمغرب كل تجربه مستقله وعندها كينونتها عنده، والبشر عنده قدره على التواصل وان يؤس وان يجمع وان يؤلف ما فيه. لانه قبل ايش كان يصير؟ علاش عبادي ولا تحكي تقول عداله انتقاليه؟ قبل كانت في اطار الحروب والانقلابات اللي شد يقتل كل المجموعه السابقه اللي كانت في الحكم، يصدر لهم املاكهم، يعدم ابنائهم. في تاريخنا حتى في تاريخ الحضاره العربيه الاسلاميه الدوله العباسيه وقت اللي شدت الخلاف بعد الخلافه الامويه قامت مباشره، وهذه روايات معناها انه ابي جعفر المنصور كان يضع الناس في زرابي ويلفهم ويقعدوا عليهم ياكلون عليهم ثم يقوم بتقتيلهم، وقد قرروا في لحظه من اللحظات ان لا يتركوا ذكرا. العباد راهي حبت العباد حبت يتطور انه راهو هذه تجارب رناه. ماذا خلفت؟ خلفت رغبات في الانتقام بدون ان تحقق لي كأنا كضحيه جبر ضرر. وبالتالي كانت الفكره الاساسيه للعداله الانتقاليه اعتبر مركزها اليوم هي حاجتين، ان تحقق اولا تعويض وجبر للضحايا، والجبر يكون حتى معنوي. عندما احس نفسي انا مرمي خدام في الرديف تحكمت في الحوض المنجمي وما ترديش حتى اعتبار، وقت تجيني مرحلة انه نجي قدام الناس ونحضر في لجان حقيقة ومصالحة ونصرح باللي عندي ويجيني الجلاد متاعي يستعرف ويقول فوالا رانا نعتذرك أم كذا، وقتها تبدا عندي قدرة على الصفح، وقتها تبدا عندي قدرة على جبر الماضي. نعم. بعدها نأسوا إلى لأنه هي راهي مسار نحو هو تفاعل. اوكي خلي في حواري فيه. أكيد أنا ماناش بقدر ما ندين الحالة الهستيرية اللي صارت بعد، وقد يكون ناس مشات كما نقولوا في السقين، لكن أنه علينا نعرف أن الشعب التونسي لا يجب ولا يمكن أن يصفح عن من
أساء له ومن تجاوز عليه. أنا أكيد بخلنا لا لا نعم. تعالى يقول إنه يغفر كل الذنوب إلا الشرك بالله. لكن يعني في اعتقادي إنه لا هذه مصادرة على المطلوب. مش يقولوا لا يصبح. معناش لا هذه دعوات. لا سمحني. لا 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 سمحني عايش. لا يصبح. لا نقولوا ليش؟ نقولوا العبيد تصفح. لكن بعد ماذا؟ وبعد شنيه؟ بعد ماذا؟ بعد ماذا؟ بعد أن نسأل من أساء. متفقين أما نحطوش الجملة في المطلق. بعد أن نسأل من أساء. بعد أن نحاسب من أساء. ويمكن للشعب التونسي أن يصالح ذلك الشخص أو تلك المجموعة أو ذلك الحزب أو ما شئنا أن نقول أو الشخص أو الفرد. لكن هذا الكل لازم يتم في كيف؟ في شكل علني، بما معناه على الشعب أن يطلع على تطور التحقيقات، على الملفات، حتى لا يظلم أحد ولا يطلق شخص أساء بنفس درجة. يمكن المسجونين ويمكن مناوبيك، لكن لم يسأل. نعم بارك الله فيك دكتور حسام القصار. على كل حال نحن وصلنا لنهاية هذا الشوط الأول من إيمين يسار، وكان موضوعنا العدالة الانتقالية. نأخذ فاصل ونعود بكم في هذا الشوط الثاني من إيمين يسار على نسمة. موضوعنا هو العدالة الانتقالية، وما أدراك ما العدالة الانتقالية. استضفناكم للحديث في هذا الموضوع الشائك على يميني الأستاذ وسام السعيدي، ناشط سابق في اتحاد الطلبة، سجين سياسي تحكم عليه بعامين حبس، وهو محامي بعض رموز المتهمين في قضايا الفساد. انتبهوا. على يساري الدكتور حسن القصار، أستاذ جامعي اختصاص ديموغرافيا وعلوم اجتماعية، عضو اللجنة التنفيذية لحركة البعث، ومؤسس في الرابطة التونسية لحقوق للدفاع عن حقوق الإنسان، وتم إيقافه عديد المرات في العهد السابق. إذن مرحبا بكم. نذكر أنه هذا البرنامج يتم إنجازه مع الموقع الإلكتروني التونسية. نأخذ جنجل ونعود. مرحبا بكم في هذا الشوط الثاني من إيمين يسار. موضوعنا لهذه الحلقة العدالة الانتقالية، ويعني ربما العنصر الأساسي اللي حنركزوا عليه هو شكون يقوم به العدالة الانتقالية. واقع اللجان، شكون هم اللجان هذو اللي تساهم في العدالة الانتقالية؟ لأن كل مرة يطلعوا لنا بلجنة وكل مرة يمهمشونا، ومرة يوقفوا اللجنة في اشترى الخدمة متاعها، ومرة يضيفوا ناس، ومرة يضيفوا يعني مهام لهذه اللجان، ومرة ينقصونها مهام، بحيث يعني كأنه يعني فما عملية تلاعب كأنها مقصودة. إذا سؤالي سي دكتور حسن القصار، لأنه عندك الكلمة، يعني كيف تشوف العملية هذه؟ مع العلم أنه يعني العدالة الانتقالية تقوم على ثلاثة ركائز: المصارحة نسترح بعضهم، والمحاسبة نسحاسب بعضهم، والمصالحة إذا كان فهم مصالحة. تفضل أستاذي العزيز. تول الإشكال أنه خصوصية المسألة متاع العدالة الانتقالية، بمعنى أو خصوصية الجرائم الاقتصادية والحقوقية والسياسية اللي تمت طوال المراحل. وعندما نتحدث هذا مش مرحلة، راهو نحب نأكد على مسألة، مش مرحلة 23 سنة متاع بن علي بركة، راهو المسألة تعود إلى عشريات خلت أيضا، بما معناه هذه مهمة فترة زمنية تتحدث فيها. هذا ما يعطينا مسألة أنه العديد من الجرائم اللي تمت تسقط بالتقادم، فمش تقادم في مش في التعذيب، هذاك في التعذيب مثلا، لكن هناك مسائل أخرى. اليوم وضعية اللجان العدالة الانتقالية أو لجنة العدالة لازم تكون هي لجنة استثنائية، ليست بالضرورة لجنة قضائية بمعنى تعقضات. هي لجنة فيها لفيف من المختصين، رجال اقتصاد، علم اجتماع، حقوق، رجال قانون، نعم، قضاة سابقين. تتبع المجلس الوطني الدستوري ولا يعني داخل المجلس هذا اللي هو عنده شرعية الأكبر وفوق الشرعيات جميعا، هل هذه العملية بتاع عملية العدالة الانتقالية تتبعه اللي ما تتبعه؟ ليس بالضرورة، يمكن يكون هو وراء إنشاها، أو لكن هل المجموعة هذه لازم تكون مستقلة على الجميع بما يضمن لها؟ طبعا مستقلة هي ولا مش مستقلة؟ مازال انا بالنسبه لي اللجنه لازم تتشكل، مازال ما فماش لجنه، لكن فما وزاره تعنى بالعداله الانتقاليه، هذيك تابعه السلطه التنفيذيه. لا لا، لازمنا لجنه خاصه
تتكفل بذلك. فيها ناس عندنا وجوه عديدة حقوقية معروفة في تونس وناس ما عندهاش مصلحة، لا هي مصلحة ثائرية لا هي مصلحة سياسية، لا تنتمي الأحزاب. شكون حبي يبادر بإنشاء هذه اللجنة؟ هل توا يعني بعد عام 6 اشهر يعني تقريبا من الثوره وما عملنا حتى شيء في هذا الموضوع؟ ما عملنا شيء لان ما كانش ثم حاله كما قال الاستاذ، حاله هستيريه في البدايه ثم توقف وعدم المطالبه معناتها او بمعنى عدم العمل بشكل جدي على المساءله وعلى المحاسبه وعلى المصالحه بالعداله الانتقاليه. استنى بعيدا عن الثار بعيدا عن التشفي اللي وقع وتشمل الجميع. دكتور حسين الوجه سؤال سناني مثلا، هل تتصور من ضمن العداله الانتقاليه مثلا حل التجمع الدستوري الديمقراطي؟ هذا سؤال اللي وجيه جدا واعتبر وانا عندي عليه اجابه. مسألة ثانية قولة أساسية نحب ننطلق بها، أنه وراء الخطورة متاع ثورة بدون رأس أن أن تلتف وأن تنتج ألف رأس بعد نهايتها. يعني ما فهمش قيادة للثورة كان وقت اللي حصلت ثورة أنتجت ألف رأس، وبالتالي مباشرة في حالة معناها استحضار لثقافة السابق والقديم فوجئنا بممارسات متاع انقلاب ضباط الحرار في 52، حل الأحزاب، فك الجرائد، ومباشرة تلقى لم فكناش الجرائد نحن الحمد لله صدرت جرائد الأحزاب، حتى سرائد الأحزاب صدرت تجمع مواد الدستور الديمقراطي، وأنا لم أكن لم أنتمي إليه، بالعكس استحضر أنا يوم الجامعة كنا نسميه معنا حزب الفاشية الدستورية وهناك فاشية أخرى معناها في أيام الجامعة. لكن الموقف أنت أنا حق أن تنتصب، وذي اللي ذكرنا لأنه رأي الثورات دائما علاش الواحد انتقال ديمقراطي هو الافضل والاسلم والاحسن، لانه ثورات ديمقراطيه ثورات دائما تؤدي الى هيمنه اقليات هي توجه ورزموها. احنا من حسن حظنا وصارت انتخابات وبالتالي صارت حاله مركز على كل حال. بالتالي لحظه خلينا نكمل تفضل. وانه الممارسات هذه مثل قضيه حلان التجمع اللي توا انا شخصيا نشاهد يوميا في التلفزيون ونشاهد يوميا في مقاطع الفيسبوك، كنت نشاهد عديد المحامين اللي كانوا في القصبة الاولى والقصبة الثانيه وفي كل منابر التلفزيون يعيطوا يجب ان يقع حل هذا الحزب الفاشيستي. فوجئت معنا منذ يومين نلقى في تصريح وهو قيادي في احد الاحزاب الكبيره يتحدث بكل وضوح ويقول والله الناس اللي تحكموا قضائيا هذوك نستبعدوهم، اما من لم يحاكم ما مواطنين عاديين خرجوا من التجمع يحلوا يشكلوا احزاب اخرى. ولتو ثم دعوات استصاليه اكثر، لانه الدعوات هذه هو علاش معموله فكره العداله الانتقاليه اصلا. خويا انت بنا حق نعملوا دياغنوستيك حبس توا حبس ما نختلفوش حبس توا عندنا دياغنوستيك حبس توا وانت فيش فين ماشيين؟ لان لازم نوضحوا السبل. ثم اصلا حاجه اخرى في فكره العداله الانتقاليه علاش اليوم عليها عندها برشا ضبابين في ذهن الناس؟ لانه هؤلاء العباد حتى الناس اللي تشارك في انتخابات الاحزاب السياسيه فوجئت شنو نرجعوا كانت عندنا وزاره نتاع حقوق الانسان وهيئه نتاع حقوق الانسان تبع الرئاسه قبل. راهو اصلا فكره نتاع انه وزاره تبدا مرتبط بالجسم الحكومي وتبدا فيها عضويه في الحكومه هي فكره من حيث الاساس معناها مهزوزه شويه وتهز. انا نتفق في جزء انه لابد من مركز الفكر، لانه علاش كلمه ولا تفعنا معك حبيت جوست نكمل بعد اذنك استاذ نكمل الجمله وتفضل بعد اذنك دكتور. لانه انا اللي حبيت نقول شيء، هو فما زوز خيارات يقول لك الناس يا اما نركزوها في جهه معينه ولا نركزها عند الحكومه ولا تطلع برشا اصوات ويجي يقول لك هذه الحكومه باش تستفرد بالملف وتحطه تحت كلاكل. وفما زيد الفولي الثاني يقول لك نعملوها عند المجتمع المدني. خويا انا بكل وضوح نشوف انه ثم سوق ودلاله حل والناس ولت اللي هذا يلم 5-6 من الناس ويرتبط في علاقات ويبعث 4-5 يعمل له فورماسيون في 3 أيام وفي جامعات حقوق الانسان والناس تاخذ في استثمارات كبيره فلوس من اجل فلوس بوضوح فلوس جايه من برا بوضوح مرصوده بتعلت تقول هذا حاب يقدم في روحه. تو نفس الشخص هل من المعقول انه منظمه كانت شاده طول عمرها هذا تدين بلان بينوها فلوس حمراء هذا تدخل فلوس فلوس, فلوس حمراء فلوس كبيره فلوس كبيره ترصد ترصد لمثل هذه البرامج واللي هذا الجيم ثم عناوين حوانيت نتاع معروفة كل حانوت منهم يجي شو حانوت أحزاب واللي جمعيات لا حانوت متاع منظمات وجمعيات ولجان واللي هذا كل حد عامل لجنة ويمشي يجري يقدم في روحه ويلم 5-6 من الناس معاه يعمل له فورماسيون أكسيليري متاع 5-6 أيام وساعات أسبوع ودورة تكوينية تحضر روحكم باش ينتصب ولا رن. عملت دورة تكوينية لول وساعات تلقاه في نفس الدورة يعمل 4 دورات هو في نفس 3 أيام يعمل 4 دورات ويخرج عليهم كل واحد يخرج نشرة باش يمشي يضمن ملف أنا نفهم في العدالة الانتقالية واللي قاعد يخدم واللي قاعد يخدم وهات الفلوس دونك لهنا ولا محل تجاذبات سياسية. خلينا نتكلموا معك كلمة تفضل نعم بالنسبة لمسألة التجمع الدستوري الديمقراطي احنا انا بطبعي وحتى رفاقي الى اخره احنا ضد الثأر
ولا يمكن يعني العروبيين انتم القوميين العروبيين القوميين واليسار التونسي ايضا المناضل بشكل عام. ما شكون مع الثأر؟ لا ادري لا ادري اللي مع الثأر لا, لا ادري اللي مع الثأر هم الناس تحب تاخذ الثأر. نعم. احنا نبداو الحين دعوات الثأر ظهرت منذ اعتصام القصبه الاول والقصبه الثانيه والناس تعرف شكون من اللي عملوا اعتصام القصبه الاول واعتصام القصبه الثانيه. على كل حال شكل على كل حال نبدا نوضح انه حل التجمع وقع في عهد السبسي وفرحات الراجحي هو الذي قدم واخونا بن مراد فوزي بن مراد هو زميلك الستركتور. ثم فرق لو سمع سمع ثم فرق يا استاذ ما بين انك تحل الستركتور لانه ايضا ما ننساوش انه التجمع الدستوري الديمقراطي واساء بشكل كبير ياسر في وكان مارس العنف ومارس الاستئصال لعديم القوى في البلاد وهذا لا يمكن ان ننساه. لكن وين مشكلتنا؟ انه استهداف اشخاص انتموا او كذا التجمع الدستوري الديمقراطي ويصبح محل شبهات وكذا لا لشيء لأنه هو في إدارة معينة وأصبح ينتمي للتجمع الدستوري الديمقراطي. هذا مش من شيمنا يا أستاذ خنوس مش من شيمنا أنا نجي نتبع أشخاص نوع هذا لكن احنا ضد استركتور كاستركتور. هذه نقطة نعود تو فيما يتعلق بمسألة المجموعة أو شكون من سيتولى العدالة الانتقالية. أكيد أنه كما قال الأستاذ وهذا نوافق وموج معروف أنه وراها فلوس ستونيسوار دو جروسو هذه مسألة العدالة الانتقالية جاءت تمويلات رهيبة فما استثمار في هذه العملية استثمار أجنبية. وجات ناس حتى تروحها هي المؤهلة لتولي المسألة وفرضت نفسها على الواقع السياسي وبطبيعة الحال عندها قنوات أنها كيف أنها تفرض روح. والحال أن المسألة هذه اعتقادي أنه يجب أن يتولاها أساتذة كبار في القانون وناس ما عندهاش مصلحة وجوه من شمال أو في نحكي في القانون وفي عدد من اختصاصات أخرى اللي ما عندهاش مصلحة ذاتية في المسألة. بمعنى أنه بقدر ما أنه لازم الأموال هذه تمشي في بالنسبة للإعداد الملفات لكن مش كأجور للناس التي ستتولى مسألة الإشراف على الانتقال الديمقراطي. وإلا فأنا سنجد كما كل مصفي أكل يشد لك فترة طويلة يطول لك في المسألة فقط لاستثمار لأنه يستفيد من الفلوس هذيك على المدى الطويل. مثلا كما طبيب اللي ما يحبش يعني مريضه يصح يوصل له يعطيه برشا دويات وكما المحامي اللي ما يحبش يعني المتهم نتاعه أو الحليف نتاعه أو الزبون نتاعه يعني تتفض قضيته يواصل معاه واللي ينتج له من كل قضية ينتج له أربع وخمس أربع وخمس قضايا يبدو لي نحن يعني ثم فما بعض السماسرة وبعض يعني قطاع طرق السياسيين بالمعنى السياسي اللي يتولون هذه الملفات وحب يضيعوا على تونس برشا وقت. بربي سامحني يا استاذ في المساله هذه حكايه الابتزاز انه مساله العداله الانتقاليه اليوم من لازم نعرفه انه اليوم كان ثم مشكل كبير هي مش ثم مساله في ابتزاز لعدم رجال الاعمال اليوم انه العديم رجال الاعمال انه يعلموهم يا فلان راك انت باش تتورط في القضيه الفلانيه ولازمك تتصرف كيفاش باش تحل مشاكلك وهذا ما جعل انه العديم رجال الاعمال اليوم واقفين على العمل. اليوم المسائل هذه بقدر إصرارنا على المساءل بقدر إصرارنا على المحاسبة وثم المصالحة يجب أن نبين لكل فرد شنو يا أخي شنو باش متهم. إيه العدالة الانتقالية كأنه مستهدف منها يعني منها أكثر شريحة متضررة منها ومستهدفة بهذا الشعار هي شريحة يعني المقاولين ورجال الأعمال واللي عندهم فلوس عموما. يعني هل هذا يعني عدل فيه عدل او فيه تشفي وظلم او شيء من هذا او تجاوز لانه فما ما نعرفش انا ما نحبش نتكلم تفضل انت تتكلم انت لا ما شكر انا ثم جست بعد الملاحظات اللي نحب نبدا انه راهو هذا المسار ما يلزمش يكون محل مزايدات. مثلا ثم مثال بسيط وهذه من التوصيات نتاع الامم المتحده والتوصيات نتاع كل الفعاليات التي اشتغلت ومن بينها حتى المحكمه الجنائيه الدوليه لانه راهو لازم نعرف انه المحكمه الجنائيه الدوليه راهي نشات كتتويج وظهرت كاساس وكنظام قضائي مستقل بعد ان حصلت معنا المحكمه الجنائيه الدوليه الخاصه برواندا. لا ما عندناش للاسف علاش ما عندناش لانه ما عندناش جرائم اباده جماعيه وما عندناش جرائم تطهير عرقي. يعني ما سيحصل في باب العداله الانتقاليه هو لانه بكل وضوح زاد انا قبل كنت نقول لهم راهو هذا نظام صحيح راهو نظام فردي جرائم اباده ماليه عندنا جرائم اقتصاديه وجرائم عندنا جرائم تعفن. المنظومه الحاليه التونسيه الحاليه بشكلها الحالي لا يمكنها ان لا يمكنها ان
خلينا تحقق في ذلك بشكل جيد. نعم. باعتبار حجم الجرم لا يوافي لا يوازيه عقوبات بنفس الجرم جديدة. جديدة. دخل لي ناس أنا مش قلت شيكات مئات العباد تدور في البلاد توا اليوم عندك قضايا شيكات أكثر من الناس اللي موجودين توا اليوم في السجن. كان مش تحط لي مسألة شيكات فقط، لكن المسألة أنه ثم ملفات لازم فتحها ثم نصالحه شعبنا يصالح، لكن خلنا نفتحه ملف بملف كل ملف وحده ويعرض للناس، وعندما يعرض للناس خليها الشعب هذا يقول فيما بعد السماح. لكن عليه مع الدكتورة ما حبيت يعرض محال التوصيف. نعم. لأنه حبيت أن كنت أحكيك على محكمة الجنائية دول في تونس أعز ما وصفه. أنا نذكر ثم ما كتاب كتبه توفيق بن بريك إن ديكتاتور سي دوس، معناها إنها لديكتاتورية ناعمة. نعم. اللي كان في تونس هو ديكتاتورية ناعمة. دونك باش نبدو واضحين هذه من الاول. ولانه زاد ممكن نوضحوا المنطلقات توضح لنا الاهداف زاد. لانه زاد اللي وقع في تونس هي ثوره العاطلين عن العمل في ظل عمق الاحتجاج بعد في لحظاتها الاخيره، وخاصه منذ ان انطلقت عمليات دماء الشهداء التونسيين تسيل وحصلت لدينا شهداء، فانه ولت وقتا. لانه كي نشوفوا احنا نتبعوا حتى صيروره الاحداث من 17 ديسمبر نهار 6 و7 جانفي الاحداث كانت عاديه وتحت السيطره بالنسبه للنظام السابق، لكن منذ عمليات القتل لهنا هاو نجيو الشهداء هو اول ملف. كيف تحقق العداله الانتقاليه؟ مش بترك اول ملف يجب ان يطرح، وهذا كان عليه تحسم هذوما توانسه ماتوا. تجي تقول لي والله راني قاعد نثبت انا في قائمات الشهداء، يودي عايش خويا خزيدهم واحد شهيد زيد، والمهم اجبر الضرر. كيف يتم جبر الضرر؟ يعني لذيك تفضل، لانه مازلت عندي نقول علاش نحب نركزك على الموضوع هذا، لانه تونس ركزت كلها الفلوس باش بك المشهديه اللي عملها لنا لجنه تقصي الحقائق، حاول انه جابوا لنا خزانه حلوها، هاي فلوسكم يا توانس. وقتها الناس الكل خلقت عندها معناها حاله ارتباك وحاله، وهي تو اللي عنده مطلب تو تعمله لي، اللي عنده زياده في الاجر تو هاي موجوده الفلوس. وضع هستيري عام، وضع هستيري عام تو العباد بعقولاتها. فما اشياء يعني تمت على سبيل الغش، وفما اشياء تمت على سبيل ربما حسن النيه، واشياء من هذا القبيل. على كل حال نتعلم من اخطائنا. انما سؤالي العداله الانتقاليه والتعويضات سواء كان المالية أو غير المالية. نحن نتحدث الآن نسمع سمعنا أنه فما برشا حديث يدور أنه فما يعني بسجين سياسيين اللي تابعين يعني ما له شق معين يعني طرح عليهم أو يعني مطالبين بتعويضات مالية. العدالة الانتقالية والتعويضات المالية كيفاش تتم هذه؟ هي تو بالنسبة للموظفين اللي كانت عندهم موظفين وما حصلت لهمش ترقيات أو سجن أو ما لم يستفيدوا من أي لم يستفيد، هذه سهلة. كيفاش تقييم للأفراد الأخرين؟ هوني تولي الصعوبة. كيفاش تقيم سنوات سجن لفرد؟ كيفاش تقيمها سنوات سجن لفرد؟ وقيمها حتى يعني كيف التعويض من عام الخمس سنين هوني نقطة استفهام كبرى. مش كيما الشخص اللي يتحاكم ومشى لسجن بقى فيه، كيما ناس مثلا نعطيك مثال أنا مجموعة أفاق أو مجموعة حاكمة 74 أو مجموعة حاكمة في 68 إلى آخره، أو مجموعات حتى اليوسفية كيفاش كانوا يسبوا لهم هذه هو صار مخصص يعني معناها يعني عدد خاص من يمين يسار حول هذا الموضوع التعويضات المالية. على كل حال نحن وصلنا إلى الثاني من يمين يسار، ناخذ فاصل ونعود. مرحبا بكم في هذا الشوط الثالث والاخير من يمين يسار. موضوعنا لهذه الحلقه العداله الانتقاليه، وما ادراك ما العداله الانتقاليه. على كل حال استضفناكم للبحث في هذا الموضوع على يميني الاستاذ وسام السعيدي، ناشط سابق في اتحاد العام الطلبه لطلبه تونس لطلبه تونس. نعم، سجين سياسي تحكم عليه بعامين سجن، وهو محامي بعض رموز المتهمين في قضايا الفساد، وسأسأله على الموضوع هذا يرى بعد شوية. على يساري الدكتور حسين قصار، أستاذ جامعي اختصاص ديموغرافيا وعلوم اجتماعية، عضو اللجنة التنفيذية لحركة البعث ومؤسس في وعضو في الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، وتم إيقافه عديد المرات في العهد السابق. إذا نذكر أن هذا البرنامج يتم إنجازه مع الموقع الإلكتروني التونسي. نأخذ الجينجل ونعود. العدالة والانتقالية ويعني هو محور حصتنا لهذه الحلقة من يمين يسار. على يميني كما قلنا الأستاذ وسام السعيدي، على يساري الدكتور حسين قصار. حسين قصار يعني من الشعارات الكبيرة اللي رفعتها الثورة، وهي شعار يعني معناها كان عميق، هو التشغيل استحقاق يا عصابة السراق. ويبدو العدالة الانتقالية يعني تريد أن توازن بين التشغيل
وبين يعني هؤلاء السراق. يعني شعملنا في هذا الموضوع أستاذ وسام؟ يعني شعار البطالة في تونس كان التشغيل، هو شعار الأساسي، ويعني وكانوا يتهموا العصابة السراق اللي هي عصابة معينة، وأنت دفعت لها الكثير من الرموز منها. شوف ومش نبدو واضحين، هو الانتفاضة متاع 14 جانفي حصلت من أجل التشغيل وحالة احتقان. نعم. لكن ما عاد شخصوز المسألة ذي، لأنه عندي فيها برشة منقول. إحنا كي نشوفوا سيدي بوزيد مثلاً أو ولاية القصرين، وهذه بالإحصائية. تمنين وسام. أنا أصيل معتمدي حاج بلعيون من ولاية القيروان، لكن ولدت وعشت في سبيطلة من ولاية القصرين. بارك الله فيك. يعني وقت نجي نشوفوا ساعة الولايات هذوما ثلاثة، وهذوما بالأرقام المعلنة الموجودة حتى شلتوا حتى على ذمة اللجان، أنه أكثر عدد متاع شعب وأكثر عدد متاع منتمين للتجمع الدستوري الديمقراطي كان في هذه الولايات. نعم. خلنا نبدو واضحين ساعة من اللون، ما عندهمش خيار. وقت توصل قناعة لدى الناس، وقت توصل قناعة لدى الناس أنه كاتب عام تاع جامعة السورية معاش نجم يخدم ولده، أو كاتب عام أو رئيس شعبه معاش نجم يخدم بنته، والتالي فإنه عادي جدا أنه ينتفض. وانتفاضات بدت تنخر من الدخل والله، زادها تأجيجها، خاصة أنه زاد ما ننسيوش 20 سنة من مراكمات نضالية لعناصر أساسا ديمقراطية ويسارية كانت هي التي وراء، خاصة بعد أن قام النظام السابق بتصفية الإسلاميين زمرة واحدة من 91. بالتالي رفعي على الشعار، لأنه وليعليش ترفع الشعار، لأنه أنا كمواطن بنتي لا تشتغل، وحمل المسؤولية مباشرة للدولة اللي ما شغلتهاش، لانه مازلنا ما عندناش الامكانيات، الدوله هي المركز الاساسي للشغل، وبالتالي وقت الدوله ما تشغلنيش فانه جو لاكوز، اتهمها مباشره وانطلق الى حدود التسعينات، خاصه مع حاله الاحتقان. ضف الى ذلك انه ثم ناس يقول لك والله الثروات غير طبيعيه تمتعوا بها ناس اخرين، في عين احنا عاطلين عن العمل، ويشوفوا انه الثروات هذيك غير مبرره، وبالتالي انطلقت الاجيج ورفعت شعارات، وكان هذا الترابط بين زوج شعارات. دكتور حسين، متعلق بالاختيارات الاقتصاديه فقط، انا راح نسال عصابه السراق شو عملنا فيها والتشغيل شو عملنا فيه. عصابه السراق راهي ماهيش عائله، راهي مش فقط احنا تو زعما مش عائله، لا 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 انا بقول عائله، لا 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 الفساد صراحه، الفساد هي الفساد المستشري. أنا في مندوبيه التعليم مثلا بمدنين مسؤولين عنه العائله السابقه اللي كانت تحكم، الفساد في الشبيكه، الفساد شكون مسؤول عليه، الفساد في الشبيكه في معبر الديوان، شكون مسؤول عليه الفساد من 73 من اللي تصبوا الفلوس نتاع اسعار البترول اللي ارتفعت في 73، من اللي تصب اسعار الفوسفات تبع 73، من اللي طلعوا الوتلة، ما تهربش بينا، ما تهربش من غادي نبغى نرجع لك، لأن هذيك خلقت لك منظومة كاملة متاع فساد تواصلت من وقتها، تواجه مع بن علي، لكن فما فما فلوس وكذا كذا. مع بن علي يا أستاذ يهديك، مع بن علي صارت أن بدينا في برنامج البروغرام دي جوستمون ستركتورال، برنامج إصلاح الهيكل اللي بديناه، دونك صار فيه وقتها، صارت بريفاتيزاسيون، دونك خلقنا خوصصة طبقة كاملة متاع أفراد موظفين أشخاص إلى آخره، بدأوا حاولوا يستفيدوا من المنظومة هذه. شكون أول الناس هما ناس أما من جهاز الحكم وقتها والإدارة، وإحنا نتذكر في تلك الفترة العديد من المسؤولين في الإدارة استقالوا ومشاو خذوا مؤسسات اللي كانت مفروض هي هما يشرفوا عليها داخل إدارة هذه نقطة. نقطة ثانية، جات العائلة أو الناس اللي حول العائلة، عائلة شكون؟ عائلة السلطة أيضا. نعم نعم. هما اللي بدأوا أول ناس استفادوا. إذن اليوم احنا نلقاو انه منظومة اقتصادية كاملة بنيت على الفائدة، بمعنى ماهيش مبنية على الاستحقاق الشخصي الفردي، بمعنى او كفاءة الشخصية او انسان. ترى انا نتحدى اي شخص، اعطيني وتلاجي اليوم في تونس يقول قديت فلوسي من في مالي الخاص، نتحدى وزارة السياحة ونتحدى البنوك التونسية الكل، انا يجيبوا لي وتلاجي واحد يقول لك راهو الوتيل هذا متاعي من فلوس بابا واللي ورثه، مستحيل نتحداه كان يقول لي عندي 60% تمويل ذاتي و40% بالبنكة. نعم. مستحيل نتحدى اي وتلاجي اليوم انه يقول راني رجعت فلوس البنوك على اخر مليم، تحداه. نعم. على فكره راهو الوتلة ماهيش استثمار كبير بالشكل اللي تصوروه الناس، بمعنى بالعكس انه رجال الاقتصاد الاول لحظه بالعكس بمفهوم الاقتصاد السياحه والنزل راهي تعتبر وضعيه اقتصاديه ستاتيكو، ثماش واحد بعقله يستثمر في النزل. وانا اعطيك مثال، عشرات النزل معروضه للبيع عندها 6 سنوات
موجوده وما تتباعش. علاش تعرفش علاش؟ لانه بلغه ماهوش استثمار. لانه السيد اللي خذاه خمسه اللي خذاه 20 مليار عفوا يا السيد اللي خذاه 20 مليار مرهونه فقط يهديك يا استاذ. مرهونه السيد اللي خذاه 20 مليار عفوا خلي ما بناه الا ب 10 مليار دوات. وال 10 مليار دوات الاخرين ويني؟ البنك كيما تجي باش تبيع المحل 10 مليار دوات ما خذاهمش هيبه راهو مش خذاهم هيبه راهو خذاهم قرض ورجعوا. وهذه ولت نحكيك عليها راهي خلصت معناها فاهم نزول خلصت فاهم نزول هانا نعطيك نزل في العامات بدون في نعمل اشعار انا خالصين خالصين كمل خلص وما نجمش يبيعوا. انا عندي هاو عندي عندي انا في هاو نعرفهم ملفات موجودين. بالعكس عنده توا مشكله مش خالص في الخدامه نتاعو لانه ما عندوش ريزم كان هو خالص فوند فوند كوميرس بروبر فون ايمور نظاف. دونك المشكله مش في غاديك. انا اعتبر حسب معلومات الدراسات اللي تمت من قبل العديد من الاقتصاديين هو ماهوش استثمار النزل. لكن مش نجم نقولوا مساعد كي نحكوا نشوفوا نكونوا في عقلنا خاطر العباد راهو كلنا نقولها بكل بساطه الساعه قبل ما نبدا الناس رانا احنا العرب والمسلمين نكرهوا المراه الثانيه وانا المراه الثانيه ونكره كل واحد يجي من شركه المراه الثانيه الذره الذره الذره. وبالتالي راهو الناس استبطنت في لوعيها من تالي منذ قدوم زوجة الرئيس السابق او الفار وكما يسمونه استبرت حاله كره وحاله عيدها هذه من الاول لها والعائلتها منذ البدايه. لا يا سيدي مش ممارساتها هي اللي خلت لا لا ما عندي حل نبدا بعد ونشوف. علاش تقول لي ممارساتها الشعب التونسي كله اريد ان اسمي لان ما نعرفش حتى وضعيه العشريه نتاع التسعينات الاولى يا هذيك حتى لا تصنف اني عندي عداوه. لا 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 مش نحكي بشكل عام اما العشريه الاولى لا مش لا لا حاجه لا لا ما نهتم. اما العشريه الاولى نتاع التسعينات معروف ما هيش عشريه طرابلسيه ولم تكن عشرية أي المعنى من الموجودين توا في السجن حتى واحدة بل بالعكس عشرية ناس أخرى ولا أريد أن أسمي الأسماء عشرية معروفة متاع شكون حتى في الكرة معروفة عشرية شكون وحتى في غير الكرة معروفة متاع شكون. لا لا ما نسميش لا أنا محامي ورجل قانون لا أثلب الناس تفهموا حد ما نسلبش حتى حد ما أنا بالنسبة لي البسطة مش حنذكر الاسم اللي تعرفه أنت يعني عشرية المرأة الأولى متاع بن علي وأنسابها وصار هكا وهذا هذا شحال لكن علاش ما كانش عندهم نفس العمق؟ قولها يا معمر قولها. ما نقولهاش يا معمر قولها ما نقولهاش لأني ما نقولهاش لأنه علاش؟ قولها سامبل لسبب بسيط أنه هذوك متعداو ينبر شوية حد مش بدهم حتى لين وصلنا شاهدنا والناس كل تفرج في المطار أنه العون اللي قبض على الناس الموجودين تو كلهم موقف في السجن قال لا هذيك لأنها من الزوجة الأولى تترك تسافر نعم. والأخرين لأنه من الزوجة الثانية يبقى الفساد ماهوش راهو وراثي في عائلة عمرنا ما نجوم نقولوا راهو هذيما ناس فاسد. ونعطيك مثال أكثر مثل على ذلك وهذا ظلم للعباد نعم. شوف أنا كنت مع تجميد كل ممتلكات معك هات نجمد كل شيء هذه فلوس الشعب التونسي سأل عليها نجمده أما قرار مصادرتها هو قرار خطير لأنك تصدر لي 140 واحد غدوة تصور واحد منهم تثبت الأبحاث وهي ثبتت الأبحاث فاهم شكون يطلع بريء شو باش تعمل له في الثروة اللي صدرت هذا سؤالي بربي نحن كنا عندنا نعرف اسمعنا بلجنة عبد الفتاح بن عمر بن عمر الله يرحمه سي لجنة تقصي الحقائق والفساد وندرى شنو حصيلوا العناوين الطويلة الآن فما لجنة جديدة اسمها لجنة المصادرة مش جديدة هي نشأت فينا بعدها بشهر بعدها بشهر لجنة المصادرة هذه لا الآن يعني هي على الركح يعني فعلت وظهرت على ظهرت هل يقولوا فما 114 يعني معناها رجل أعمال أو ناس عندهم فلوس وكذا كذا ومتهمين بالفساد وكأنه العملية تتم في كاموفلاج يعني في السرية يعني عملية كأنها يعني غريبة وعجيبة هاللجنة هذه وسواء كان يعني من حيث تعيين يعني من الذي يتولى يعني الإشراف عليها ويترأسها واللي طريقة عملها يعني والبيان اللي زار عليها يعني شيء أنا شو قلت لك أستاذ أنه لازمنا أن تكون الأمور كلها في الوضوح ولازم الإعلام يتبع المسألة بشكل دقيق علاش؟ لأنه حس ما يروج أن ثم منظومة كاملة متاع ابتزاز بدأت وضعت من فترة وأنه احنا شفنا حتى في الميزانية التكميلية الأخيري هناك تبنى منظومة تبرعات نعم نعم ما احنا مصدر منظومة التبرعات هذه أو الميزانية هذه ما نعرفوش منين مش تجي نظريا لكن هي فعليا منين مش تجي من مساهمة رجال الأعمال في هالميزانية هذه ميزانية معناها التكميلية هذه التكميلية أو الجزء نتاع منظومة التبرعات من بعد أنه ستوظف وغريبة غريبة إذن إيش باش يلقاو رايحهم رجال الأعمال من بعد أنا مع أنه توسيع دائرة المراقبة مش 114 رجل الأعمال هذا مبارك العديد الآخرين الأستاذ قبيك أذكر أنه في التسعينات ثمانية أخرين استفادت مقاولين وغير 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 وينهم هذوك شو ما تبعهمش
مش نتبعهم مش ننتقم منهم راهو مش هذا المطلوب يا اخي. خلي نبني واحنا علاش؟ لانه كجت منظومه كامله نظيفه ما طلعش لو شخص اسمه فلان واستفاد لانه فلان ما طلع الا لما لقى ثغره في المنظومه. على كل حال فما يعني تقريبا يجي 400 واش رجل اعمال يعني اكثر الناسين يقولوا هذا الرقم ربما المتداول هو في علاقه باللجنة. على كل حال نكمل انا سؤالي، يعني ممنوعين من السفر وهذم فلوسهم جمده لا يعرفوا يخدموا لا في الداخل لا في الخارج والدنيا كل عاطله يعني وما ما يعرفوش يعني علاش ما تتزحزحش الامور ومن هو المتسبب في هذا العطاله الخطيره على البلاد؟ والله اول متسبب هو معناها للأسف معناها وهذا نكون فيها بكل واضح بكل وضوح هي المجموعة التي تشكلت وقامت بتقديم عديد الشكايات في عديد الناس وفي عديد الأشخاص مجموعة 25 وقدمت عديد الشكايات زملائك أنا عندي وجهة نظر على كل حال تونجي نعيط لكم ونعيط واحد منهم ونحترم عملهم لأنه حين رأوا هذا 25 محامي زاد الوطنيين كي رأوا حتى حد ما يتحرك ويخدم في البلاد هي هم افتروا بهذه المهم. حكاية الوطنية راي ماهيش مسألة مزايدة حتى شيء، وأنا راي بالنسبة لي الأمور متاع الوطنية والصدق والكذب هذه أمور باطنية نشوفها عمليا كيفاش صارت. أنا وقت نشوف أنه راو ما نحبش لا أريد أن أتحدث في هذا الموضوع معناه أتحدث فيه الناس بفيه كيفاه. نرجع موضوع رجال أعمال اليوم يجب أن تكون هناك شجاعة وجرع الناس كل تزايد به الحكومة تزايد به وكذلك المعارضة والمجتمع المدني تزايد به. أنا حمل يعني حمدور له سي حسام يعني حسام أنا في خلال علاقتي بالمحكمة يوميا نشوف أنه وصلت هناك تعليمات في حكومة الفارطة صدرت تعليمات أي شخص يورد اسمه على وكالة الجمهورية بدون التثبت لأن وقت اللي هربت سعيد العقربي شعلت البلاد ولو خذوا قرار أي شخص أي شخص يتعدى ملف ويذكر اسمه في ملف أمام المحكمة الابتدائية بتونس ألين يحجر السفر. تعرف هذا ايش عمل؟ خلق حالة رعب عند الناس. نعم. خلق بقدر حالة تجميد للأموال بتاع العباد تجي تلقى يقول لك انا مش نستثمر وبدو انا مهدش بدخل الحبس يقول لك انا مستثمر. انا بقدر مساند ثم حاجه بربي عايش باش عندي وقت وبعد هو يكمل ثم خلطه بسرعه راهو في العالم وفي العالم المتحضر باستثناء جرائم غسيل الاموال فانه باقي الجرائم الماليه الاخرى لا توجد فيها عقوبات سجنيه راهو الاصل انه نخليو العباد بحاله صراحة هاو شوف واضح خلي بقدر بقدر اني ضد التشفي بقدر ضد الانتقام الا اني اكاد اسمع زي ما استاذ العزيز يقول والله انظروا هذا منوي بهذا الحمل الوديع خليني فهمت يعني قصتي قصه عارف خليني نسال السؤال يعني لابد ان نوضح للمستمعين بدون ثار خلي الناس خلي تونس تتبنى حتى نسدوا الباب من منظومة الفساد بشكل نهائي. خلينا نوضحوا للناس أنه سي وسام السعيدي يعني إضافة يعني خساره في النضال وكذا كذا إنما هو محامي جماعة طرابلسية وبن علي ويعني رموز الجماعة هذا ونعرف أنه يعني اللجنة هذه بتاع هو رموز سر هو رموز سر لجنة المصادرة يعني فيها 114 معناها واحد مطلوب مصادرة يعني أملاكهم يعني تقريبا هم كلهم طرابلسية يا بن عليست لا فيها مزيد أشخاص أخرين منهم أيضا عديد الوزراء منهم عياض الوذرني منهم عبد الوهاب عبد الله وصدرت أملكهم بعد 87 لأن الملاحظة نحب نقول أنه راو المصادر أنا قلت لك لو من حيث المبدأ أنا مع صارت انتفاضة متاع شعب تونسي هات نعمل التجميد أونجيل لكون لكن نخليهم بعد للقضاء غدوة كي أنت شخص يجي عليهم أنت بفضلك كل شخص بما فيها حتى القاتل نعم حقه في الدفاع حق مقدس دي مسألة ماهيش قابلة للنقاش نعم. مسألة لا تناقش مش الدفاع يعني من ناحية أنا مش سامحني أنا مانيش مناضل سياسي معاه مفضل لا مانيش مناضل سياسي معاه أنا ولا مخرط معاه في جمعية حقوقية وفي حزب أنا محامي عندي ملف في قران إدانة وفي قران برا للأسف تجربتي في هالملفات هذه تخليني نقول انه راه ما ثماش ما صارتش المحاكمه العادل لانه يولي تمسخير على التوانسه هم سايبون قيس طرابلسي قيس بن علي قيس بن علي عفوا يعني طرابلسي بن علي يودي الاصل هذا دي اس كا في 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 امريكا معناها جريمه اغتصاب العالم الكل تقلب عليه شخصيه معروفه تركة بحال صراحة راهو الاصل في الاشياء انه وقت المتهم نوجه له تهمه الاصل يبقى بحال صراحة وقت تثبت التهمه وتحاكمه ندخلوا الحبس غدوة كنت تحاكمه وتظهر انه بريء
اليوم جينا في المجموعة هذه نقولوا به الشعب التونسي أدانا. اسمعني أنا كملت معه، عندي سؤال أخير. ذكرت مضحين عبد الوهاب عبد الله كان مسؤول على منظومة عالمية خلق بها التوانسة وكتم على أنفاسنا له الحقيقة يعني. يعني هذا ماذا بينا يعني علاش ما اعتذرش هذا عن ما فعله الشعب التونسي؟ هذا هذا جو نحب نوصلوا له احنا، سواء كان نزلنا السياسة وسواء كان رجال الأعمال وكذا. أنا ما أنا ماذا بي نعمل ماذا بي يعمل كونفيسيون ومكاشفة ماذا بي يعمل كونفيسيون؟ على كل حال وصلنا إلى الشوط الثالث والأخير من يمين يسار. موضوعنا لهذه الحلقة كان العدل الانتقالية، وكان معنا على يميني الأستاذ وسام السعيدي ناشط سابق في اتحاد الطلبة، سجين سياسي حكم بعامين سجن، وهو محامي بعض رموز المتهمين في قضايا الفساد. على يساري الدكتور حسين قصار أستاذ جامعي اختصاص ديموغرافيا وعلوم اجتماعية، عضو اللجنة التنفيذية لحركة البعث ومؤسس وعضو في الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، وتم إيقافه عديد المرات. مرة أخرى نحكي على الشرعية السجنية والنضالية، ونذكر أن هذا البرنامج تم إنجازه مع الموقع الإلكتروني التونسية. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من يمين يسار.